كنت تعرف شيء عن القبعات البيضاء؟ طبعا جماعة الدفاع المدني أصدق yeah. كنت بعرف إيه بعض الأمور إيه؟ مثل شو؟ Yes, he knew about that. القبعات البيضاء طبعا في بعض الناس اللي كان يعني صايبة ضيق العيش كتير هدول كعمال عاديين بينما أغلب المستلمين القبعات البيضاء وهذه هي أمور أنا شايفة بعيني يعني كان يرقدوا على مكان الحادث يلموا من مثلا بيت مضروب أو مقرنة يلموا غنائم أو يلموا شيء أنا في عيلة توفت مرة وولادت ثلاثة طبعا رقدنا ساعدنا بدون انا برقد بساعد بدون لانه بالاخير بيضل انسان هذا the majority of the white helmets used to loot from houses for example if there is a house or a headquarter that was hit they used to go there and search for whatever they can steal he's gonna tell about an incident in which a woman and three of her kids were killed رقدوا لموا الذهب في واحد لم قال أنا قرايبه لم حتى رقد واحد من قرايبين المضبوطين قال لهم هذا ما له علاقة بالعيلة يعني رقد هو كان جاي مع العمال رقد حتى نحن في حادثة صارت عنا بقاضي عسكر So they, when the woman and her three kids were killed they run there and they stole the gold from the house and from the woman And the people most of the people also outside of Syria believe that the white helmets are just civilians معظم الناس برا سوريا بيفكروا ان القبعات البيضاء هم المدنيين شو رايك؟ هلا في نسبة كبيرة منهم من المدنيين قلت لك اللي صايبهم ضيق العيش اللي ما عنده شغلة راح اشتغل عامل مع القبعات في منهم مسلحين يعني؟ شلون؟ في منهم مسلحين؟ بعض منهم مرتبطين مع قيادات المسلحين مو كلهم مسلحين يعني yes, مشان ما يظلمون. Yes, there are some civilians in the white helmets but the rest of them actually are connected with the leadership of the terrorists. مين جبهة النصرة ولا مين؟ مع مين كانوا مرتبطين؟ مع كثير قيادات مع a lot of leaderships, different leaderships. انه بالنسبة لحلب اكثر مدينة في كل سوريا دخلنا تشكيلات ككم كأسماء يعني. Because in Aleppo it's the Syrian Syria that had the most number of factions, of terrorist factions all over Syria.